السلام عليكم، هذه هي الأونر باند 6 من أونر. بهذا الفيديو راح نتعرف على كافة التفاصيل خاصة بهاي الساعة بالإضافة للميزات اللي تجي بيها، وأكيد نشوف هل هي فعلا تستحق سعر 39 دولار أو لا. وطبعا أكيد كل الشكر لأصدقائي مركز الجامعة سنتر على توفيرهم الساعة للمراجعة. هاي الساعة راح تكون متوفرة عندهم بسعرها الرسمي 39 دولار. رابط التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بالإضافة إلى أرقامهم راح أتركها بصندوق الوصف. إذا تحب تتواصل اليوم تطلب من عندهم أي جهاز سواء كان هاي الساعة أو غيرها من الأجهزة، فالشباب عندهم توصيل لكل المحافظات، تواصلوا وياهم وإن شاء الله ما يقصرون وياكم. بالنسبة للشكل فالساعة تقريبا ماخذ شكل مستطيل، وبالنسبة لحجم الشاشة فهو 1.4 إنش أو تحديدا 1.47 إنش، والشاشة تجيك من نوع أموليد لذلك راح تقدم ألوان جدا متميزة وجدا جميلة، بالإضافة إلى أنه راح يكون عندك تحكم بدرجة سطوع الشاشة واللي راح يصل إلى 5 درجات بحسب الإضاءة اللي أنت موجود بها. وطبعا من أهم المميزات الموجودة بهاي الساعة هو دعمها لمقاومة الماء. هاي الساعة راح تكون مقاومة وياك تحت الماء ولعمق 50 متر، وهذا الشيء راح يكون جدا ممتاز إذا كنت رياضي أو إذا كنت سباح، وهذا الشيء راح يخدمك بشكل ممتاز جدا. بالنسبة لعمر البطارية في بحسب كلام شركة أونر إنه هاي البطارية راح تكفيك لمدة 15 يوم. هاي الساعة راح تاخذك 10 أيام إذا كنت تستخدم كل الميزات الموجودة بها، ولكن أكيد إذا قللت استخدام الميزات الموجودة بهاي الساعة فأكيد راح تاخذك مدة أطول. من أهم الميزات الموجودة بهاي الساعة هو إمكان قياسها لعدد نبضات القلب بالدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى قياس نسبة تشبع بالأكسجين، وبالإضافة إلى أن الساعة راح تحتوي على بعض التمارين مثل تمارين الضغط النفسي بالإضافة إلى تمارين التنفس، وبالإضافة إلى أنه تقدر تستخدمها كمؤقت وكمنبه، وأيضا تقدر تستقبل كل إشعاعات راح تجي على جهازك راح تكون موجودة هنا على الساعة، بالإضافة إلى أنه بإمكانك الرد على المكالمات من خلال الساعة أيضا. وطبعا هذا الباند راح يكون شغال على كل أجهزة سواء كان جهازك هواوي أو أونر أو سامسونج أو آيفون، فالساعة تشتغل وياك بدون أي مشاكل، فقط حمل تطبيق الصحة من هواوي والساعة راح تشتغل وياك بشكل طبيعي. وبالنسبة للواجهات المتوفرة على هاي الساعة فعندك أكثر من واجهة موجودة مثبتة مسبقا بالساعة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل واجهات جديدة من برنامج صحة هواوي تقدر تثبتها وتقدر تخليها على الساعة بشكل افتراضي. بصراحة بالنسبة لي وبالنسبة لرأيي فأشوفها خيار جدا ممتاز، خصوصا بالنسبة لسعرها، كون سعرها أشوفه جدا مناسب بالنسبة للإمكانيات اللي تقدمها هاي الساعة. هذا كان كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو، أتمنى أن كان الفيديو مفيد لكم واستفدتم من عنده. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.